رجل في يوم العيد سعى دون أن يطوف وأخر الطواف إلى اليوم الثالث، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، أنه ما التقديم جواز التقديم والتأخير. نعم. فهل فعله هذا صحيح؟ أي نعم صحيح، هذا صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل فقال له رجل سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. ها؟ لا مين الشرط، ما بشرط، لا في الحج ولا في العمرة. حتى في العمرة لو طاف الإنسان في أول النهار وسعى في آخره، أو طاف في النهار وسعى في الليل فلا بأس.